ومن أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وعظمها، ثم ذكر فتنة الأحلاس ثم ذكر فتنة السراء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني أن هذا الرجل لا تستقيم له أمارة لضعفه، وذلك لأن الورك بثقله لا يمكن أن يبقى على الضلع الخفيف. ثم ذكر فتنة الدهيماء من السواد، صغرت إما لتحقيرها وإما لتعظيمها وهو الظاهر. ثم فتنة الدهيماء: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته حتى يكون الناس على فسطاطين، يعني على فرقتين أو مدينتين، فسطاط نفاق لا إيمان معه وفسطاط إيمان لا نفاق معه، فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده.